الرئيس السيسي يوجه بضمان عوامل النجاح كافة لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية. الحريري يبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. السلطات الصحية الأمريكية توصي بتعليق التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون بعد تقارير عن تسببه في حدوث تجلطات دموية. تمام السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة من أكسترا نيوز. أسعد الله صباحكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطون الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية، وذلك بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية، وجه الرئيس بضمان عوامل النجاح كافة وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية، حيث اطلع السيد الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائد متعددة أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعية، توفير كميات الأسمدة المستخدمة وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي. كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد. وقد وجه السيد الرئيس بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. كما وجه السيد الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلا عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي. اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لاستعراض ملفات عمل الوزارة. وكلف رئيس الوزراء بسرعة تأثيث 6800 وحدة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية لتسليمها لمستحقيها. كما شهد الاجتماع الإعلان عن إطلاق تطبيق منصة المفقودين بالشراكة مع وزارة الاتصالات لتمكين ذوي الأطفال المقيمين بدور الرعاية
من التعرف عليهم بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل جار لإعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء 300 حضانة جديدة ورفع كفاءة 200 حضانة حالية وتطوير بنيتها التحتية. أرسلت مصر مساعدات طبية للأشقاء في ليبيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أعرب الجانب الليبي عن عميق شكره للجهود المبذولة من مصر للوقوف إلى جانب ليبيا في أوقات المحن والشدائد، مؤكدين على أهمية هذه المساعدات في مساندة قطاع الصحة الليبي لمواجهة التحديات التي يواجهها في ظل انتشار فيروس كورونا. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار سبها بدولة ليبيا، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة. ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وليبيا، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسة للمشروع التدريبي الفاتح 2021، والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، الذي استمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المرحلة الرئيسة للمشروع التدريبي عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسة لتحقيق المهام المخططة والتخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية الحدودية من العناصر الإرهابية المتسللة وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية. وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية. أكد وزير الخارجية سامح شكري ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث استعرض شكري آخر تطورات في ملف سد النهضة، كما جرى التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود مع توفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن. وقد قام كذلك وزير الخارجية بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات. وقد دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الإثيوبي لعقد اجتماع قمة ثلاثية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة. قال حمدوك في رسالة وجهها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الإثيوبي إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة، ما يجعل من التوصل اتفاق قبل بدء تشغيل السد ضرورة ملحة وأمرا عاجلا. وأوضح حمدوك أن هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ
والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل اتفاقا على المتفاوضين. أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن الولايات المتحدة ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية ردا على تصرفات روسيا. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، شدد بايدن على التزام بلاده الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع القرم وأوكرانيا. من جانبه أكد الكرملين في بيانه أن بوتين وبايدن أعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار حول أهم مسارات ضمان الأمن القومي بما يخدم مصالح المجتمع الدولي بأسره. نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الرئيس جو بايدن سيسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 من شهر سبتمبر المقبل. وأوضحت المصادر أن بايدن سيعلن عن ذلك القرار اليوم الأربعاء. دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس جو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة. وطلبت بيلوسي من بايدن أن يتناول في خطابه الذي جرى تحديد موعده في 28 من الشهر الجاري أن يستعرض تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية. من جانبه قال البيت الأبيض إن بايدن وافق على دعوة بيلوسي للتحدث أمام أعضاء الكونغرس. وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين ويندي شيرمان مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية. أقر المجلس الترشيح بتأييد 56 صوتاً ومعارضة 42 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى النواب الديمقراطيين للتصويت لصالح شيرمان. وواجهت ويندي شيرمان معارضة من الجمهوريين لأنها ساعدت في التفاوض لإبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015. حذر التقرير السنوي لأجهزة الاستخبارات الأمريكية حول التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في العالم بأن كوريا الشمالية قد تستأنف هذا العام تجاربها النووية لدفع واشنطن إلى الحوار. ذكر التقرير أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يمكن أن يستأنف إجراءات وصفوها بالعدوانية قد تكون مزعزعة للاستقرار في المنطقة وزرع الشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك عبر استئناف اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ البالستية بعيدة المدى. كما ذكر التقرير أن سعي الصين لأن تصبح قوة عالمية يعد التهديد الأكبر للأمن القومي الأمريكي. ومن المقرر أن تعقد لجنة الاستخبارات في كل من مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات الأربعاء والخميس لمناقشة التقرير الذي أرسل إلى الكونغرس. أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها على تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60% في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة وفرنسا. في خطوة جديدة وغير مسبوقة على طريق التملص من التزاماتها الدولية، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها على تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية. تأتي تلك الخطوة بعد ساعات قليلة من اتهام طهران لإسرائيل بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية، كما يتزامن مع استئناف محادثات فيينا الخميس لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.
في المقابل أعرب البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه جين ساكي عن قلقه جراء الخطوة الإيرانية، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع إيران على الرغم من إعلانها الاستفزازي. الرئاسة الفرنسية نددت من جهتها بإعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 60%، معتبرة أنه يشكل تطورا خطيرا يستدعي ردا منسقا من جانب الدول المشاركة في المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني. قالت وكالة الأنباء الوطنية البريطانية إن الملكة إليزابيث استأنفت مهامها الملكية عقب 4 أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب، وذلك بمشاركتها في حدث بمناسبة تقاعد كبير موظفي البلاط الملكي. أضافت الوكالة أن الملكة استضافت احتفالا بمناسبة تقاعد إيرل بيل كبير أمناء البلاط الملكي. وقد توفي الأمير فيليب دوق إدنبرا في قلعة وينسور الجمعة الماضية عن عمر شارف 100 عام، وستقام جنازة له السبت المقبل. يتوجه اليوم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وعدد من المسؤولين الروس. ونقلت وسائل إعلام روسية عن ممثل خاص للحريري قوله إن الأخير يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية تتعلق بترميم مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء. أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير جميع أوكار تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين شمال شرقي البلاد. قالت الوزارة في بيان إن عناصر من القوات المسلحة تمكنت من تطهير سلسلة الجبال خلال العملية الأمنية التي أطلقت قبل يومين بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى أن القوات المشاركة في العملية حققت الأهداف المخطط لها، حيث دمرت أوكارا تابعة للتنظيم الإرهابي ودمرت العديد من العبوات الناسفة. صنع آلة العود فن فريد من نوعه. حكيم يوسف أحد الأشخاص الذين أتقنوا تلك الصناعة في مسقط رأسه بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في مسعى منه لإتاحة هذه الآلة لشباب بلاده. تحاول تلك الأنامل الذهبية إحياء صناعة تواجه كارثة الاندثار بسبب الغزو الخارجي للآلات الموسيقية. حكيم يوسف عازف عود ليبي مخضرم يعكف على صناعة آلات العود الموسيقية في مسقط رأسه بمدينة بنغازي الليبية باستخدام خشب الأشجار. طبعاً نحن هنا في ليبيا ما عندناش صناع للعيدان، وكذلك اقتناءك للعود لآلة العود بصعوبة شوية، يعني انك انت تقتني عود، فما كانش محلات متوفرات لبيع الاعواد او الآلات الموسيقية، يعني كان مقتصر في محلين يعني بالكثير. يعزف حكيم على هذه الآلة منذ قرابة 40 عاما، لكنه لم يبدأ في صنعها إلا مؤخرا. كانت كلها الناس، أنا أول واحد كان مثلا نعدي نوصي عليه من مصر من تونس من تركيا من سوريا، إنه كل الناس كلها كانت تشري من الخارج، يعني تشري في عود من الخارج، يعني الفنانين سواء كان فنانين سواء واحد يتعلم يقول لك أنا جبت عود من كذا، جبت عود من مصر، جبت عود من سوريا، جبت عود. فما أنا ما سمعت أي واحد إنه هو صنع عود. تتكون آلة العود من 4 أجزاء رئيسية، هي صندوق الصوت ووجه العود أو الصدر والرقبة وصندوق المفاتيح، لكن حكيم يستخدم نوعين فقط من الخشب لصنع آلته. فجت الفكرة هذا نبعث إني نصنع عود، إني نفكر نصنع عود، فطورت نفسي، قعدت نطلع بعد في صناع العيدان. أنا عندي فكرة
وشوية في المهارات وفي الحاجات اليدوية عندي فكرة، وأنا أصلا حداد، يعني حداد مش حتى نجار أنا. مهارة حكيم في صنع آلة العود ليست مسخرة فقط لكسب الرزق، بل هي شغف أيضا. الهدف كان هدف سامي أني أنا بننشر الآلة هذه بشغفي للآلة وحبي لآلة العود. فنقول ليش ما ننشرهاش، ليش ما يقتنيها الشيء شبابنا، ليش ما أي واحد يقتني مثلا. وانتشر استخدام العود خلال العصور الوسطى في منطقة الشرق الأوسط، وشقت الآلة طريقها إلى أوروبا عبر إسبانيا وتطورت إلى العود. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 823 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة. أشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى خروج 432 متعافيا من المستشفيات بعد تمام شفائهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 160 ألف متعاف. تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إرشاداتها الوقائية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم. من المقرر أن تعلن المنظمة أيضا خلال المؤتمر عن تطورات الفيروس واللقاحات المضادة له. من جانبها قالت المتحدثة باسم المنظمة إن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العديد من دول العالم. أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة كورونا ستكلف الاقتصاد الفرنسي نحو نصف تريليون يورو خلال 3 سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب. وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي أوليفي دوسوب في تصريحات له إن الأزمة الصحية كلفت الاقتصاد الفرنسي نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 171 مليار عام 2021 قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليارا في العام المقبل. وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة نحو 424 مليار يورو بين عامي 2020 و2022. قال رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس إن بلاده ستعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل لكبح تفشي فيروس كورونا. وأوضح كاستيكس في كلمة أمام البرلمان الفرنسي أن بلاده لاحظت أن الوضع يزداد سوءا، لذا قررت تعليق الرحلات الجوية بين فرنسا والبرازيل حتى إشعار آخر. أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% ضد جميع أشكال فيروس كورونا، وبنسبة 95% ضد الحالات الحادة من المرض. وهذه النتائج الجديدة تأتي بعد إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المستمرة على اللقاح بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المعدل الرئيسي للفاعلية يعكس انخفاضا طفيفا عن نسبة 94% السابقة التي نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية في ديسمبر الماضي. وقد أوصت الهيئات الصحية الاتحادية الأمريكية بوقف استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة 6 متلقين له باضطراب نادر يشمل جلطات دموية. من جانبه أوضح منسق الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض جيف زينس أن التوصية بإيقاف استخدام اللقاح لن يكون لها تأثير كبير في الوقت الحالي على برامج التطعيم في الولايات المتحدة، مضيفا أن هذا اللقاح يشكل أقل من 5% من أكثر من 190 مليون جرعة جرى استخدامها في الولايات المتحدة حتى الآن.
بينما يسارع العالم الخطى للقضاء على كورونا من خلال إنتاج اللقاحات الفعالة ضد الفيروس ونشرها في جميع أنحاء العالم، إلا أن جدلاً يثار بشأن سلامة بعض تلك اللقاحات. مؤخراً دعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى وقف استخدام لقاح جونسون أند جونسون في انتظار التأكد من وجود رابط محتمل بين هذا اللقاح وحالات تجلط في الدم، وبالتوازي مع إعلان السلطة الصحية الأمريكية وقف استخدام لقاح جونسون أند جونسون، أعلنت الشركة أنها ستؤجل إطلاق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في أوروبا جراء مخاوف صحية. من جانبه قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للوقاية من الأمراض أنتوني فاويتشي إن توصية السلطة الصحية في الولايات المتحدة بإيقاف استخدام لقاح جونسون أند جونسون يمنح وقتا للتحقيق في الحالات النادرة للغاية لجلطة الدم بعد عملية التطعيم. البيت الأبيض من جانبه علق على أزمة لقاح جونسون أند جونسون جيف زينس منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، قال إن قرار وقف استخدام اللقاح لن يؤثر بشكل كبير على خطة التطعيم الخاصة في إدارة بايدن. زينس استند إلى أن لقاح جونسون أند جونسون يشكل أقل من 50% من الجرعات المعطاة في الولايات المتحدة حتى الآن، كما أضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ضمنت ما يكفي من جرعات شركتي فايزر وموديرنا لنحو 300 مليون أمريكي. إذن جهود حثيثة وسباق محموم تخوضه شركة الأدوية، والهدف المأمول توجيه ضربة قاضية لفيروس كورونا وإعادة بث الأمل والتفاؤل في نفوس المليارات حول العالم. رياضيا، يواجه النادي الأهلي نظيره النصر في 9:30 مساء ضمن منافسات دور 32 لبطولة كأس مصر. وقد شهد المران الأخير للفريق عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. تطرق المدير الفني بيتسو موسيماني مع اللاعبين إلى بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة الفريق أمام النصر. ويواجه الزمالك فريق حرس الحدود في 9:30 مساء أيضا في دور 32 لبطولة كأس مصر باستاد السويس. أعلن الجهاز الطبي للزمالك سلبية المسحة للكشف عن فيروس كورونا والتي خضع لها الفريق استعدادا لمواجهة الحرس. أوروبيا، صعد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالرغم من هزيمته أمام ضيفه بايرن ميونخ بهدف للا شيء في إياب دور الثمانية. كان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بميونخ بثلاثة أهداف لهدفين. وقد بلغ تشيلسي أيضا الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برغم خسارته أمام بورتو بهدف للا شيء في إياب ربع النهائي على ملعب سانشيز بسكوان في إشبيلية بإسبانيا. كان لقاء الذهاب على الملعب ذاته قد انتهى بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين. ويستضيف ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد نظيره ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتأكد غياب ثنائي ريال مدريد رافائيل فاران ودانيال كارفاخال عن المواجهة بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف لهدف. ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني اليوم ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. كان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود نهار اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يوجه بضمان عوامل النجاح كافة لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية. الحريري يبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة الروسية يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين. السلطات الصحية الأمريكية توصي بتعليق التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون بعد تقارير عن تسببه في حدوث تجلطات دموية. نلفت عناية حضراتكم في الختام دوما بأن تردد قناة إكسترا نيوز الجديد هو 11785 رأسي، على أن يكون معدل الترميز 27500. إلى الملتقى بحول الله.